السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. وبركاته. النهاردة هنعمل مع بعض فطير الفران بطريقة سهلة ومبسطة جدا. عندي المقادير، اول حاجة نص كيلو دقيق، ده دقيق انا جايباه دقيق متعدد الاغراض. تاني حاجة عندي نص معلقة ملح صغيرة، في كمان معلقتين سكر، ممكن تستغنوا عنه، في ناس ما بتحطش سكر. كمان في مية للعجنة على حسب حاجة العجين، وكمان هحط كمان معلقة زيت كبيرة. اول حاجة هنبدأ، بسم الله الرحمن الرحيم، هنحط الملح والسكر ومعلقة الزيت. وهبتدي احط اقلبهم كويس، وبعد كده احط الميه واعجن. احط الميه واحده واحده عشان الميه ما تزيدش مني واضطر ان انا ازود دقيق. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد كده هبتدي اعجن بايدي لغايه ما العجينه تلم معايا، وبعد كده هعجنها على الرخام. وبعد ما العجينة لمت معايا حطيتها على الرخامة وهكمل العجن فيه. مهم جدا عملية العجن، لازم تتعجن كويس جدا لغاية ما احصل على عجينة لا هي ناشفة قوي ولا هي طرية قوي. كده خلاص العجينة اتعجنت كويس معايا، دهنت ايدي زيت وهحط على وشها زيت كده عشان اسيبها ترتاح، ولما ترتاح وشها ما ينشفش. ودهنت الصينية من تحت كمان اللي كنت عجنة فيها، دهنتها برضو زيت، وهحط عليها العجينة واسيبها ترتاح مدة طويلة. اهم حاجة في الفطير ان العجينة ترتاح، ممكن ترتاح من ساعتين لاربع ساعات. هسيب اغطيها كويس واسيبها ترتاح. وبعد ما العجينة بترتاح، قعدت ارتاحت معايا اربع ساعات، بجهز الزبدة اللي هفرد بيها. دي زبدة نباتي، او ممكن تستخدمي زبدة، دي زبدة خليط، ممكن تستخدمي اللي هي الزبدة النباتي. اهم حاجة مش ما تبقى الزبدة نيوزيلندي ولا بلدي، ما بتبقاش ناجحة في الفطير بتاع في فطير الافران. الكيلو بياخد من ربع كيلو لتلتمية وخمسين جرام زبدة، والزبدة لازم تكون في درجة حرارة الغرفة، وهقعد ألينها شوية كده بالشوكة عشان نعرف أفردها على العجينة. دول تقريبا كوباية عشان هما نص كيلو، حط عليهم مية وخمسين جرام، تقريبا كوباية مش مليانة من الكوباية دي لغاية هنا كده. ودلوقتي هبتدي افرد العجينة. بعد ما ارتاحت لمدة اربع ساعات، حطيت لها شوية دقيق وهفردها على الدقيق. العجينة عشان مرتاحة حلو ومش هتحتاج حتى نشابة ان احنا نفردها بيه، اتفرد حلو بالايد. هحاول افردها على هيئة مستطيل. والفردة الاولانية ديت ما بتبقاش، مش لازم السمك بتاعها يبقى رقيق، بتبقى تخينة شوية. وبعد ما فردت العجينة على شكل مستطيل، هبتدي احط عليها الزبدة بظهر المعلقة، افردها عليها كلها، احاول اوزعها على العجينة كلها بالتساوي. ممكن اعملها بايدي. وبعد ما فردت الزبدة كلها على العجينة، هبدأ الفها زي السويس رول، والف واطلع الهواء منها.
الف واطلع الهواء، ما خليش فيها هواء بين الطبقات بتاعتها. اللفة دي هي اللي هتعمل الطبقات، الرقات اللي هتخليها مورقة. اقفلها كويس، اقفلها كويس من الطرف ده والطرف ده. وبعد ما لفيت العجينة هبتدي اقطعها فطاير صغيرة. وبعد ما قطعتهم فطاير صغيرة هبتدي برضو احط على كل واحدة على وشها زيت، وبعدين احطها في صينية مدهونة زيت عشان ترتاح لمدة نص ساعة كمان قبل ما افردها تاني. وقبل ما احطهم في الصينية ممكن الف كل واحدة في كيس بلاستيك عشان ما يلزقوش في بعض. وبعد ما الفطير ارتاح للمرة التانية هبتدي اخده بقى وافرده على الرخامة، وادهن الرخامة الاول بشوية زيت خفيف وبعد كده افرده عليه. المرة الأولانية فردت بدقيق، المرة دي بنفرد بزيت. أهم حاجة إن الفطيرة ما تتقطعش، لو اتقطعت الهواء وهي بتستوي هيطلع منها وهتبقى النتيجة بتاعتها مش كويسة. باخد من جوه على بره، انا مش محتاجه انشفها لان العجينه ماشيه معايا ومرتاحه كويس. وبعد كده احط حاجه بسيطه كده زبده سايحه على زيت وهبتدي اطبقه. بتبقى كده، وبعد ما بطبقها بجيب الطرف اللي هو ده اجيبه كده، والطرف التاني كده، والطرف التالت، واعملها كورة. واسيبها ترتاح، وبعد كده افردها في صينية مدهونة زيت مش سمنة. ما ينفعش سمنة ولا زبدة عشان لو السمنة نشفت او الزبدة ممكن تخرم العجينة. وبعد ما خلصت الفطير كله هبتدي ادهن الصينية على خفيف بالزيت، وبعد كده هفرد فيها اللي هي الفطيرة اللي ارتاحت على الحتة اللي تحت، على القفلة اللي تحت. ولو جيت افرد الفطيرة ولقيتها مش عايزة تتفرد كويس تبقى هي مرتاحتش كويس، اسيبها ترتاح. وممكن يساعدني على الفرد اللي هو الكيس البلاستيك اللي انا كنت حطاها فيه عشان ترتاح، ممكن احطه عليها كده وافرد بيه، بيساعد في الفرد كويس جدا. بعد كده هسيبها ترتاح تاني قبل ما احطها في الفرن على ما الفرن يسخن. لازم الفرن يكون سخن جدا، متسخن قبلها بربع ساعة، وهحطه على هحطها على الأرضية بتاعة الفرن لغاية ما ترتفع، وبعد كده اطلعها فوق عشان تحمر، وان شاء الله نشوفها بعد ما تطلع من الفرن. وده شكل الفطيرة بعد ما طلعت من الفرن. بنلاحظ ان هي مرتفعة وجميلة جدا، وان شاء الله من جوه هتبقى مورقة. لما ترتفع كده تبقى العجينة ناجحة والفطير بتاعي ناجح. دلوقتي هرش عليها على وشها
شوية زبدة أو سمنة بلدي عشان وشها يطرى. ولو عايزة، لو عايزة أحط ال... لو عايزة الوش يبقى مش مقرمش هغطي عليها واسيبها ربع ساعة. لو عايزة مقرمش خلاص خلاص كده هيبقى هسيبها زي ما هي كده. وبعد ما الفطير برد قطعت واحدة عشان تشوفوها من جوه، تشوفوا التوريقة بتاعتها اهو، مورق وجميل جدا ما شاء الله. جربوه ان شاء الله يعجبكم، وبالهنا والشفا.